اطيب اكله عندي هي الملوخيه. اليوم راح اعملها بالزيت. شوفوا ما اسهلها، ملوخيه ورق مغسله، ملوخيه ورق مغسله ومنشفه، كزبره، بصل، ثوم، فلفل حار. كثير بتحب الملوخيه هاو اثنين، الفلفل الحار والثوم، كزبره ناشفه، زيت زيتون، ما في اطيب منها بالزيت. وكمان انا بحطها لما اطبخها باللحمه او بالدجاج اخر شيء على الوجه، زيت زيتون. وعندي عصير الليمون هاو من عنا من البيت من ليمونتنا. شوفوا ما اسهلها، بالمقلي زيت الزيتون، بصلتين، كمان رح احط شوية زيت نبات، يعني زيت زيتون وزيت نبات. أول ما تبلش تدبل البصلة، خمس حبات من الثوم المهروس وقرن من الفلفل الحار، وكمان خمس حبات من ثوم الشرايح. مثل ما قلت لكم الملوخية بتحب الثوم. الملوخية الورق المغسل منشف، نبلش نحطها ومنقليها. رح ملح ملح لتبدا الملوخية اسرع، معلقة صغيرة نحط، وإذا بدنا أكثر بدها ملح بنزيد. لا تكتروا ملح عشان ما فيكم بعدين تخففوا الملح. شوفوا الملوخية قد إيه صارت، يعني حيطلعوا صحن. كزبرة ناشفة نص معلقة صغيرة، كزبرة خضراء، وقبل ما طفي رح ارجع اضيف الكزبرة الخضراء كمان مفرومة، يعني هي اخذت نص ضم. هلا بنحط شوي وعم تقلى، وقبل ما طفي بنحط شوي. الملوخية الخضراء دغري تستوي، بنقلبها على نار هادية. كيف بنعرف استوت؟ ناخذ ورق مندوق، بعد بدها شوي كمان قبل ما تطفي تحط كزبرة، دفع ثاني، عصير ليمون. هاي أحلى طريقة، بس بدي أعصر ليمون بدون العصارة، وعلى السريع بحط هاي المصفي. كمان زيادة حر. الله ما أطيب، ويلي ويلي. شوفوا كيف تقلى، ليكو نحط النار. هيدا الصحن للتصوير والبرستيج وهالقصص. من هون باكل هيك. اخ يا قلبي، بتعرفوا شو الطعم؟ لا طعم لحم ولا دجاج ولا مرق، ملوخية صافية. لما بدنا نزين أي طبق بدنا نزين بالأشياء اللي حطيناها بالطبق. فيكم تزينوا ليمون، فلفل حر، فيكم تقلوا شرايح ثوم، تحطوا كزبرة. ما راح أجي أحط بقدونس مثلا، أو أجي زين بالبندورة. بدكم تزينوا بالشي اللي نحط بالأكل. هون راح أحط شوية كزبرة بالنص، هودي الكزبرة. بدكم تزينوا يا صبايا من واحد ما يناسب. شو رأيكم؟ شو رأيكم؟ يلا طبقوه، بتعقد.